نيابة الأطباء عبر الجمعيات العلمية المختصة عملت عدة ورشات عمل لمواجهة وباء كورونا مع الأطباء المعنيين، وأصدرت توصيات وخطة علاجية وقائية لتطبيقها في المنازل أو في المستشفيات، وهي الخطة عم نجددها دوما. كمان عم نعمل مع الصليب الأحمر اللبناني، نقابة الممرضات، نقابة المستشفيات ووزارة الداخلية والبلديات على وضع خطة إدارية لتفعيل دور البلديات عبر مراكز صحية موجودة أو تنخلق مع فرق عمل طبية تمريضية لفحص علاج ومتابعة المريض بمنزله. من هون كان لقائنا مع وزير الداخلية يلي وعد بتأمين المستلزمات الوقائية والطبية وأجهزة الأكسجين تستعمالها من قبل المرضى اللي هن رح يكونوا بحاجة لإلها. كمان عم نعمل مع الصليب الأحمر على تأمين التكاليف الإضافية عبر المنظمات أو الجمعيات الخاصة، وبعتبر هاي الطريقة الوحيدة لتخفيف الضغط عن كاهل الطوائم الاستشفائية والتحضير لمواجهة المزيد من الحالات المرضية. الإقفال العام ضروري جدا، عم بيساعدنا حتى نتحضر لمواجهة المزيد من الحالات الصعبة، ونأمل أن تستطيع المستشفيات زيادة أعداد الأسرة بسرعة لاستيعاب الحالات الخطرة. تعاون الجميع بهالمرحلة ضروري جدا تنقدر نقطعها بأقل ضرر ممكن على الجميع، وتقيد المواطنين بالتدابير الوقائية مهم جدا. الاستهتار مضر وخطر على الجميع، ومن هون منطلب ومنشدد ومنكرر انه ما عنا اي مجال الا نتعاون بكل شفافية بدون تزاكي حتى نقطع هالمرحلة هاي.